ورجعنا معكم مع برنامج 90 دقيقة، ومعنا هلأ إنسان أنا على المستوى الإنساني بحترمه كتير وبحبه كتير، وعلى المستوى الإعلامي نجم كتير كبير وعقل كتير حلو، وعلى المستوى الفني رح تشوفوه قريبا وهو رح يخبرنا عن هيدا الشيء. بنكون مع الأستاذ الكبير معتز الدمرداش. شكرا شكرا. أنا مبسوط قوي يا مايا إنك أنت استضفتيني النهارده. شرفينا. وسعيد طبعا بالإطلالة بتاعتي معاكي، وكنت نفسي إن أنا طبعا أخاطب جمهوري العريض طبعا من خلال برنامجك المرموق واللي بيحظى بنسب مشاهدة عالية. شكرا. وأنا تحت أمرك في أي سؤال يعني. طبعا نحن مشتاقين لك كتير. شكرا. بس نحن جتنا معلومات إنه رح تكون قريبا على الشاشة الكبيرة إن شاء الله، فنحن اليوم شرفتنا طبعا، بس نحن حابين نعرف أكثر عن انتقالك المرحلي للسينما. تخبرنا أكثر عن الفيلم الجديد، تخبرنا عن شخصيتك داخل الفيلم، خبرنا أصلا كيف انعرض عليك هيدا الدور، وليش هيدا الدور بالذات اللي حبيت إنه طلعت يمكن بغير أدوار بس بنفس دورك كإعلامي. بدنا نعرف ليش هيدا الدور شدك انك تكون ممثل، ونحن بنعرف انك انت من عائله فنيه كثير كبيره. فليش هلا تحركت هالتمثيل هالفن اللي جواك؟ هو انا اللي جبته لنفسي الحقيقه. انا كنت يعني ما اعرفش انها شاطره كده بصراحه، انما على كل حال الحقيقه المخرج والسيناريست الاستاذ ايهاب لمعي شافني في دور معين، وهو دور يعني ابن الاستاذ حسن حسني في الفيلم. هو طبيب كان في امريكا طول عمره وراجع بيعمل نموذج كده او تجربه حلوه، وهبقى قدام حضرتك وقدام الاستاذ هاني رمزي. فلما قال لي ان انا وانا بكتب السيناريو او الورق زي ما بيسموه دلوقتي في الوسط الفني يعني، هو قال لي الحقيقه يعني جمله لفتت نظري قوي، قال لي انا طول الوقت وانا شايف نور الدمرداش قدامي، اللي هو والدي الله يرحمه طبعا المخرج المعروف والممثل نور الدمرداش. ولما هو كان عايز اقرب حد لشخصيه نور الدمرداش ففكر في ابنه، يعني على اساس يبقى في ما اعرفش وجه شبه او كده، او هو شايف في حاجه معينه. انت تقدري ان شاء الله في البيت تساليه برضه يعني انت يعني اكيد يعني اكيد كده. بس وتم الاتصال وقعدنا. طبعا موهبه خفيه لازم هتطلع. او بصي بقى، انا ربنا يسهل ويبقى فيه توفيق، لان التوفيق ده من عند ربنا. وانا كل اللي اقدر اقوله ان انا هدخل التجربه دي بكل حب وبكل ايجابيه، واتمنى ان احنا نقدم عمل تيم ورك ناجح ويبقى فيلم ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. نحن شكرا. احنا بجد بنشكرك من برنامج 90 دقيقه وباسم الجمهور كله، ان خصصتنا بالمعلومه دي اللي هي لسه جديده على الناس، والناس كلها نفسها تعرفها. فاحنا بنشكرك لان اديتنا الاكسكلوزيفيتي دي. ده انفراد ليكي والله. ده انفراد لينا يعني. انا بشكرك جدا. نحييكي كده اول ما تيجي يبقى عندك حاجه اكسكلوسيف والصحافه والمواقع ينقلوا كده يعني. نشكرك فعلا. لا والله انا بصراحه يعني حاسس انك انت لا 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 ده انا عايزكم تحيوا مايا ناصي على ادائها كمذيعه، لانها بجد لا بجد لا بجد مش مجامله، مذيعه يعني مهنيه وبتقولي الاسئله باحتراف ومذيعة جميلة بصراحة بقى يعني. لما مؤاخذة أستاذ إيهاب جميلة جدا ما شاء الله. ما شاء الله.